فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قراءة سورة المسد في الصلاة الجهرية من وقت لآخر لأخذ العبرة وبيان أن مجرد الانتساب لا ينجي من النار؟ نعم، لكن لا يرتب لها ترتيب، يقرأها بعض الأحيان من غير ترتيب، من غير ترتيب، لكن يقرأها بعض الأحيان مثل ما يقرأ غيرها من السور. ونعم، هي فيها أن القرابة، مجرد القرابة للرسول لا تنفع مع عدم الإيمان، فهذا عم الرسول، عمه، أخو أبيه، أنزل الله فيه هذا القرآن مع أنه من قرابة الرسول، فمجرد القرابة لا ينفع. نعم، إذا اجتمعت القرابة والإيمان فلا شك أن هذا فضل عظيم، أما مجرد القرابة فلا تنفع. نعم.